الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. أنا أقول إخواني للرئيس الجمهوري، إحنا كأخناشنا حرام ونشكروه ونقدموا له كل تحية دائما، ونعطيهم بعضنا من حقهم ونضغط من جيل إلى جيل حتى يرضى الله الأرض والسجن. أصلح لهذا الوطن. رئيس الجمهورية يريد أن يفعل الخير لهذا الوطن، ما لاش نزيدوا معاه ولا نشيتونه، لا بتاتا. بصح شفنا أو يقول لي أنا حاب نخدم، أنا عندي إمكانيات كبيرة هذه المنطقة وذكرتها. دوك لا لا بعض الأطراف، حنا واش نقولوا؟ حنا نقول الآن كاين ولي حاب يخدم، شفنا في حاب يخدم، شفنا بعض الإطار حابة تخدم، لازم نتعاونوا جميعا كمنتخبين كلنا من أجل مصلحة الولاية، لأن الإمكانيات المالية راني نقول لكم دوك راهي كبيرة، يبقى هو استغلالها والمرافقة والمراقبة. بالمختصر المفيد في هذه الوقفة نستذكر روح الشهيد ونقدر المجاهد والمجاهدة والشهيدة الكل. هذه من مرجعية ومن ثوابت، إذا يجب أن نعقد العزم، يجب أن نعقد العزم أننا نصون هذا الوطن، أننا نساهم في بناء هذا الوطن، وقول الحقيقة والمساهمة في البناء وهندسة بعد ما هو حر الأرض والعرض. إحنا دورنا وواجبنا أننا نبرع أنفسنا أمام الله وأمام الشعب أننا نصوب في مسار هندسة جزائر عصرية حديثة ليلقى فيها كل واحد فينا حقوقه مع تأدية واجباته، ومن واجباتك حب الوطن والدفاع عن الوطن. كنت نعاني من البواسر، ما نمشي ما نقعد، بعد ما استعملت إيمو براو اللي يناسب المرأة الحامل صبت راحتي وطمنت على صحة البيبي ديالي، ما كاين نزيف ما كاين ألم. إيمو براو قاعن براو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.